حضرتك جينا دلوقتي، وبعدين ابني جاي يشتغل عامل هنا في الحفر الكنال، وبعدين طلبوا صورة البطاقة. فطبعا ما فيش صور بطاقة هنا، هيضطر ان هو يرجع البلد يصور البطاقة ويجي، لان ما نعرفش، ما عندناش فكرة. يعني حضرتك شغال ايه ابنك؟ ابني عامل، كان بيشتغل بنا، انا موظف في وزاره الامن في المحافظه. انما ابني ما عرفتش اشغله في اي شغلانه في المحافظه، لانه الوظائف واقفه حضرتك، يعني بقالها بتاع 5 سنين. هو خلص جيش، وبعدين حبيت ان انا الحقه هنا بالعمل. ده شرف كبير ان يعني اي حد يشتغل هنا في حفر القناه كده. عرفت ازاي يا فندم ان في تقديم حضرتك؟ انا من اسماعيليه، مفيش حد ما يعرفش في مصر. وبعدين ده حدث كبير، لازم كل الناس تعرف، كل الناس عارفه ان في حاجه زي دي، ان شرف كبير جدا ان الناس تشتغل في مكان زي ده حضرتك. فابني راح يصور البطاقه حضرتك، وهيجي ان شاء الله يقدمها عشان يشتغل.